منتزه 3 مارس بالراشدية المتنفس الوحيد الذي تلجأ إليه ساكنة المدينة للنزهة والترويح عن النفس. 15 هكتارا من المجال الأخضر تتوفر على حيوانات عديدة تستقطب الأسر خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع. هو منتزه جميل لكنه يحتاج إلى الإصلاح ليرقى إلى سمعة المنتزهات الوطنية. هو كنجيب كل حد، هو كنجيبو بنيتاتو يجيو كيعجبهم هاد البطاط وهاد الجو، حيت ما كاينش زعما شي حاجة في الراشدية من غير هاد المتنفس الوحيد اللي كاين. مليار سنتيم هو الغلاف المالي المرصود لإعادة تأهيل المنتزه، ومن المرتقب أن تبدأ الأشغال بداية شهر مارس المقبل. أبشر سكان الراشدية أن فضاءهم الجميل منتزه 3 مارس يعرفوا تدخلا يعني قويا من طرف مجلس البلدي والشركاء ديالو في سنة 2013. يتضمن يعني مجموعة المشاريع منها مسبح بلدي ومنها أيضا ملعب ولا مركز رياضي للقرب مشاركة مع الشباب والرياضة ومنتزه ولا فضاء ترفيهي. وتعرف مدينة الراشدية بناء واحة الرياضات، وهو مركب ترفيهي ضخم ينتظر أن تنتهي به الأشغال خلال الأشهر القادمة. بالداخل